الاحتجاج هو بكل صدق هو عدم التواصل مع العمالة د عين سبع، ثانيا عدم العمالة رفضات تكافل بواحد 19 طفل اللي هما تينتميو لعمالة د عين سبع، ثالثا سوء المعاملة اللي تلقيناها من عند المسؤولين ديال العمالة. هذا الشيء هو اللي خلانا اليوم نجيو نعبروا على الاحتجاج بهذه السلوكات، لأنه حنا مغاربة وتنعرفوا أنه التعليمات ديال جلالة الملك واضحة في اتجاه العمال والولات وكذلك المسؤولين على يفتحوا حوار مع الناس ويحلوا المشاكل ديال الناس، ماشي يهينوهم ويصفتوهم بلا حوار بلا والو يسدوا عليهم البيبان. هذه العمالة هي الوحيدة اللي ما عندناش معها الشراكة، رغم أنه عندنا وليداتهم في الجمعية. إذا نتمنى من كل صدق أنه السيد العامل يفتح حوار باش يحل هذا المشكل، لأنه هذا مشكل خيب وما نبغيوش تكون تبعية ديالو في المستقبل خيبة. هاد وليداتنا ما حد جلالة الملك عطيهم أهمية وتيحرص عليهم، ما حد حنا كاين دستور ديال 2011 اللي تيعطي هاد كذا، حقنا غادي ناخذوه بزز من العامل ومن أي واحد.